بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم. نتابع ونشوف ونتفرج على مباراة بحرب القبائل يوم 29 مايو 2019. هنا الآن اختيار محاولة اختيار لازم ساحر على طائرة حلوة. أتوقع سباركي يمكن. اختار خنزير الآن ونشوف بعدين كم اكسير. 4.3 ممكن. امير ظلام غضب حلو 4-0. غضب مع خنزير حلو. ويمكن امير ظلام او فالكري والله ما ادري. سباركي شكله بتصير ثقيلة مع انه مهم سباركي لو قابلت بيكا فالواحد يحتار. يلا امير ظلام حلو. امير ظلام حلو اذا قابلت بيكا في الساحرة كفي وتوفي ان شاء الله. واحد ما يخاف وتكل على الله ونبدأ. توقع التشكيلة كاملة والكامل الله. اتوقع الان ان شاء الله يستر بس وبسم الله. خصم ليفل 11 مساوي للقلعة مساوي للبيت. فالله يعين. الان لازم نحط امير ظلام. حط لي شبح حلو في بداية طمن الشبح ليفل 10 مع انه الطاقة اسطورية ما هي حكم. لازم ساحر بسرعة 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 عشان المنين. انا اتمنى ما يموت من ال لا والله ما خلاص الحمد لله. هنا ممكن نخلص على التنين نخلص على الغيلان شيء حلو. التنين ليفل 10. طاقات الخصم ما هي قوية مرة لكنه في ازعاج في ازعاج. الى الان انا خايف اقابل يطلع لي شيء قوي يا بيكا او ميجا نايت. الى الان في خوف يعني بطاقات. ممكن نشوف الوقت الاضافي شيء ثاني والله ما ادري. لكن الله يستر بس. الى الان الامور ما هي صعبه كثير ما لو انها الى الان ننجلد قاعدين. الامور صعبه شوي. هنا الان لازم نحط شوف كيف الوصافة شوف كيف الوصافة. حط لي المنين شالوا الساحرة. هنا لازم ترمي السم بسرعة. بعدين لو قدرت على طائرة لا ما قدرت. ما عليه ما عليه ما عليه. لازم 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 يعني تنضرب لازم. ما في أحد. هنا الآن هذا اللي كنت خايف منه. أنا قلت أكيد في شيء ثقيل. أكيد بيكون في شيء ثقيل الآن. خايف من مو بس من العملاق خايف. كرة نار. انتهيت انتهيت انتهيت. الله يعين بس ما أدري وش الأشكال ذول اللي تجيبهم لي اللعبة. أشكال مليانين أشياء غثيثة وأشياء مزعجة. أنا خلاص خلاص بموت ابغى انتهر انتهر خلاص انا بطل دنيا. لكن الى الان الامور في السيطرة تحت السيطرة ان شاء الله. نحط امير ظلام. هذه فكرة تشكيلتي هذه الحلاوة فيها. هجوم الجهتين الحمد لله الطائرة ما تضررت من كرة النار. في امل هنا. واذا ما ضبط الخنزير الان فوقع 30 ثانية فقط. لا الطائرة جالسة تسوي دور كبير تخلصنا من التنين الحمد لله. الآن ساحرة. أنا خاف بس من هجمني هجمة غدر بالعملاق عشان كذا بترك الساحر لمين أشوف العملاق. إذا شفت حط هاي الآن أنا بحب. يلا لازم الأسهم الآن لازم الأسهم. حلو شيء ممتاز إنه مكسب كرة النار. كرات النار دي ما ضربت فيها بالأبراج فالحمد لله. والله كنت ناوي أحسنها بس الحين الله يستر الله يستر. بس أنا خايف من العملاق الآن. خايف من هجمة العملاق. ما أبغى الساحر يموت الله يعين. بس لازم أمير ظلام قدام الساحر. ما الآن ضبطت ضربته. ماتوا الساحر وماتوا على الطائرة والآن الله يستر. لا من جد الله يستر الله يستر. بس
هل بقول الوداع؟ هل بنقول خلاص؟ الحمد لله عدت، نحط الآن الساحر، ما في كلام. وفي كرة النار هذه ما أدري كم لفلها، الظاهر 12 أو 11، حتى لو 11 بكون ضررها كبير. الحمد لله لو الطائرة نجت، الحمد لله الحمد لله. إيش الخصم هذا؟ إيش الخصم؟ أوف يا الله، الحمد لله الحمد لله. وهذا فوز. أوه. وهذه ميدالية ذهبية لعيون الشباب، لعيون القبيلة، ويضاف لسجلي الشخصي لتعزيز انتصاراتي بحلو القبائل. والحمد لله الحمد لله. والله شوف كيف الخصوم اللي يطلعون لي صراحة، حتى لما أنا فوز بصعوبة، يعني نادرا ألقى خصوم سهلين. ليش كذا يا معايا اللعبة؟ ليش ما أدري والله. الله يعين، بس الله يلطف، الله ييسر الأمور. صراحة خصم صعب صراحة، يوم حط العملاق الملكي بدأت الأمور تتعقد وتتصعب، لكن الحمد لله الحمد لله. نقول الحمد لله أمور انتهت على خير. كانت اللحظة مرعبة لما شفت العملاق الملكي وأنا الساحر ما كان معاي، هو خدعني. أنا حطيت الساحر، توقعت بيلعب العملاق الملكي لكن ما لعبه، بالأخير مات من كرة النار.